بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم مجددا في خدمة دروس، وأقدم لكم درسا جديدا للصف الثالث الثانوي، النظام الفصلي للفصل الدراسي الأول في مادة الكيمياء. وموضوع درسنا هو تدريبات على كتابة المعادلات الكيميائية الحرارية وقانونها. أعد الدرس ويقدمه محدثكم ناصر العنيق. سنتعلم اليوم كيف نكتب معادلات كيميائية حرارية تمثل تفاعلات كيميائية وعمليات أخرى. النصف كيف تفقد الطاقة وتكتسب أثناء تغيرات حالات المادة. أن نحسب الطاقة الممتصة والمنطلقة في تفاعل كيميائي. أن نعرف قانون هس ونحسب التغير في المحتوى الحراري. أن نطبق قانون هس لحساب التغير في المحتوى الحراري لتفاعل ما. تدريب رقم 1: تعبر المعادلات الكيميائية الحرارية عن مقدار الطاقة. هل المنطلقة في التفاعلات الكيميائية فقط؟ هل المنطلقة أو الممتصة في التفاعلات الكيميائية؟ أم الممتصة في التفاعلات الكيميائية فقط؟ الاختيار الصحيح هو نعم المنطلقة أو الممتصة، لأن بعض التفاعلات تطلق وبعض التفاعلات تمتص. إذا المعادلة الكيميائية الحرارية يمكن أن تكون منطلقة أو ممتصة في التفاعل. إذا الاختيار الصحيح هو الثاني. التدريب الثاني: تكتب المعادلات الكيميائية الحرارية في صورة معادلة رمزية تشمل حالات المواد الفيزيائية والتغير في الطاقة، معادلة أيونية تشمل حالات المواد الفيزيائية والتغير في الطاقة، أم معادلات موزونة تشمل حالات المادة الفيزيائية والتغير في الطاقة. الاختيار الصحيح نعم هو الاختيار الثالث. طبعا الاختيار، ما الفرق بين الاختيار الأول والثالث فقط للتوضيح؟ طبعا الفرق أن المعادلة الرمزية قد لا تكون موزونة، وبالتالي لا يمكن استخدامها في كتابة المعادلة. إذا لابد أن تكون المعادلة الرمزية موزونة حتى نستطيع أن نستخدمها في حسابات المعادلات الكيميائية الحرارية. تدريب 3: حرارة الاحتراق دلتا اتش كم هي الحرارة اللازمة لتبخير 1 مول من سائل، هي المحتوى الحراري الناتج عن احتراق 1 مول من المادة احتراقا كاملا، هي الحرارة اللازمة لصهر 1 مول من مادة صلبة. حرارة الاحتراق ورمزها دلتا اتش كم، أي الاختيارات الصحيح؟ نعم أحسنت، هو الاختيار الثاني، هي المحتوى الحراري الناتج عن احتراق مادة احتراق 1 مول من مادة احتراقا كاملا، كاملا. التدريب اللي بعده أو الرابع: لماذا عند خروج الإنسان من حمام ساخن يشعر بالبرودة؟ يعني عندما تأخذ دشاً بارداً، دشاً ساخناً كما في هذه الأيام الباردة، لماذا تشعر بالبرودة بعد أن تخرج من تحت الدش؟ طبعاً الماء الذي يسقط على جسمك هو ماء، نعم، ساخن، وبعد فترة ماذا يحصل للماء؟ أيوة، يجف من جلدك. طيب كيف جف؟ كيف جف؟ نعم جف لأنه نعم امتص الحرارة من جسمك وتبخر. إذا السبب في ذلك نقول لأن الجلد يزود الماء بالحرارة اللازمة لتبخير الماء، وفقد الحرارة يؤدي فقد الحرارة من جلدك سيؤدي إلى برودة الجسم، إذا الجلد يزود الماء بالحرارة اللازمة لتبخير الماء، وهذا يؤدي إلى فقد الحرارة من جلدك، وهذا سيؤدي إلى برود أن تشعر بالبرودة. تدريب رقم 5: حرارة التبخر المولارية دلتا اتش فاب هي الحرارة اللازمة لتبخير 1 مول من سائل، هي المحتوى الحراري الناتج عن احتراق 1 مول من المادة احتراقا كاملا، أو هي الحرارة اللازمة لصهر 1 مول من مادة صلبة. أي الاختيارات هو الصحيح؟ نعم هو الاختيار الأول، هو الاختيار الصحيح. إذا حرارة التبخر المولارية هي الحرارة اللازمة لتبخير 1 مول من سائل. تدريب رقم 6: أي العمليات التالية طاردة للحرارة وأيها ماصة للحرارة؟
الأولى CH3OH الميثانول السائل ال يتحول إلى CH3OH الميثانول في الحالة الغازية. هل هذه العملية طاردة أم ماصة الحرارة عندما تحول أو كيف تحول السائل إلى غاز؟ ماذا تعمل للسائل؟ تعطيه، نعم تعطيه حرارة، إذن هو عملية ماصة، عملية ماصة للحرارة، نعم عملية ماصة للحرارة. طيب البي ار 2 اللي هو غاز البرون في الحالة السائلة، أو البرون في الحالة السائلة يتحول إلى البروم في الحالة الصلبة، يعني من حالة سائلة إلى حالة صلبة. هذه العملية ماذا تسمى؟ نعم هذه العملية تسمى نعم تجمد، والتجمد يحتاج أنك أو هو عندما لاحظ يعني أقربها لك أكثر، عندما تأخذ ماء وتضعه في الفريزر ماذا ترى؟ نعم نعم ترى تصاعد الغاز منه. إذن هذه العملية البخار هذا هو عن عملية حرارة، إذن هو عملية نعم طاردة للحرارة، عملية طاردة للحرارة. إذن عملية تحول من حالة سائلة إلى حالة صلبة اللي هي التجمد عملية طاردة للحرارة. حرارة التدريب السابع، حرارة تكثيف المولارية دلتا اتش كاند هي الحرارة الناتجة عن تكثيف 1 مول من الغاز، هي المحتوى الحراري الناتج عن احتراق 1 مول من المادة احتراقا كاملا، هي الحرارة اللازمة لصهر 1 مول من مادة صلبة. نعم الاختيار الأول هو الاختيار الصحيح، هي الحرارة الناتجة عن تكثيف 1 مول من الغاز، لأن التكثف هو تحول الغاز إلى سائل، التكثف هو تحول الغاز إلى سائل. مرة أخرى نفس التدريب قبل الماضي، التدريب 8، أي العمليات التالية طاردة للحرارة وأيها ماصا للحرارة؟ H2O في الحالة الغازية تحول إلى سائلة، يعني من غاز إلى سائل. عملية نعم عملية تكثف، ممتاز عملية تكثف، إذن هي عملية نعم طاردة للحرارة، طاردة للحرارة. طيب H2O في الحالة L يتحول إلى H2O في الحالة الغازية، هذه من سائل من سائل إلى غاز، هذه عملية إيش؟ عملية إيش العملية؟ نعم عملية تبخر، وعملية التبخر تحتاج إنك تعطيها حرارة عشان تحول مادة من حالة سائلة إلى حالة غازية، تحتاج إنك تعطيها حرارة، إذا هذه العملية عملية نعم ماصة للحرارة، ماصة للحرارة. فكر دائما، هل أعطيها حرارة يصير ماس، هل يأخذ مني حرارة ماس، هل أعطاني حرارة هو طارد. صنف التالي إلى طارد للحرارة وماص للحرارة، يعني هذه الحرارات التبخر. طيب التبخر هو تحول المادة من حالة سائلة إلى حالة من حالة سائلة إلى حالة غازية. نعم ماص الحرارة، ممتاز. حرارة التكثف، التكثف معناها تحول المادة من حالة غازية نعم إلى حالة سائلة، أيضا طارد الحرارة، ممتاز. حرارة التجمد المولارية، يعني تحول المادة من حالة سائلة إلى حالة صلبة، نعم طارد للحرارة. حرارة الانصهار المولارية، يعني تحول مادة من حالة صلبة إلى حالة سائلة، نعم ماص. ملاحظة قبل ما نبدأ نشوف، طبعا حرارة التبخر هي من حالة سائلة إلى حالة غازية، التكثف عكسها، يعني إذا كانت هذه ماصة فعكسها طارد، والانصهار التحول من حالة صلبة إلى حالة سائلة تعطي حرارة عشان تحولها من صلب إلى سائل، وبالتالي التجمد اللي هو عكس الانصهار لابد ان يكون طارد، يعني هذه العملية معاكسة لهذه، فهذه ماصة إذن هذه طاردة، وهذه معاكسة لهذه، هذه ماصة إذن هذه طاردة. لاحظ الأمر الآخر،
دلتا اتش قيمة إذا كان ماس، دلتا اتش إذا كان ماس تكون بماذا؟ ما يعني إذا كان تفاعل ماس للحرارة، إذا كان تفاعل ماس للحرارة إشارة دلتا اتش ماذا تكون؟ نعم تكون موجبة، وإذا كان طارد أكيد ستكون سالبة، ولهذا التبخر ماس دلتا اتش موجبة، والانصهار دلتا اتش موجبة، وحرارة تكثف المولارية بالسالب لأنها طاردة. الملاحظة إذا كانت المادة ماصة الحرارة فستكون الحرارة مكتوبة مع المواد من؟ نعم مع المواد المتفاعلة إذا كان ماصا، أما إذا كان طاردا فالحرارة تكتب مع المواد الناتجة. طيب دلتا اتش تكتب بجوار المعادلة بالموجب إذا كان ماص، أما إذا كان طارد فدلتا اتش تكتب بجوار المعادلة وتكون قيمتها بالسالب. مرة أخرى، إذا كان ماس الحرارة فقيمة دلتا اتش بالموجب، وإذا كان طارد دلتا اتش تكون بالسالب. هذه نقطة. النقطة الأخرى، إذا كان التفاعل ماصا فالحرارة تكتب مع المواد المتفاعلة، وإذا كان التفاعل طاردا فالحرارة تكتب مع المواد الناتجة. تدريب 10، علل يغمر المزارعون بساتينهم بالماء ليلا إذا توقعوا أن درجة الحرارة سوف تنخفض إلى درجة تجمد الليلة. طبعا لو وصلنا لدرجة التجمد ممكن تتجمد الثمار وهذا سيؤدي إلى تلفها. نعم طيب ماذا سيعملون؟ سيحاولون أن يخفضون درجة الحرارة. كيف؟ عندما يضعون ماء في البستان ماذا سيحصل للماء؟ نعم سيتجمد. ممتاز، يعني يتحول من حالة سائلة إلى حالة جامدة. عملية إيش هذه؟ عملية تجمد. ممتاز، هل هي طاردة ولا ماصة؟ طاردة. إذا ستطرد الحرارة وبالتالي سيحدث للثمار دفئا ناتج عن عملية تجمد هذه تسمح بعدم تجمدها. إذا السبب لأن عملية تجمد تطلق طاقة تدفئ الهواء المحيط لأنها قلنا طارد الحرارة لدرجة تمنع الفاكهة والخضروات من التلف والتجمد. إذا عملية تجمد الماء هي عملية طاردة الحرارة فتطلق طاقة تدفئ الهواء المحيط لدرجة تمنع الفاكهة والخضروات من التلف. نأتي للمسائل. احسب كمية الحرارة الناتجة عن حرق 54 جرام من الجلوكوز إذا كانت الكتلة المولية للجلوكوز تساوي 180.162. هذه المعادلة الحرارية الآن، معادلة كيميائية رمزية موزونة. الملاحظة الأولى سنتكلم عنها، ما نوع هذا التفاعل من خلال كتابة المعادلة؟ طبعا عندما نأتي إلى دلتا اتش سوف نجدها بالسالب. إذا هذا التفاعل نعم ممتاز طارد للحرارة. ممتاز طارد الحرارة، هذه من المعادلة عرفت انها طارد. ولو كانت دلتا اتش بالموجب كان قلنا عن انه ماس. طيب ممتاز، احسب كمية الحرارة الناتجة عن حرق 54 جرام. طيب من المعادلة يتكلم عن الجلوكوز سي 6 اتش 12 او 6. من المعادلة الواحد مول من الجلوكوز، لو اخذنا واحد مول من الجلوكوز معاملة واحد سيعطينا حرارة مقداره، سيطلق حرارة مقدارها 2808. المول الواحد من الجلوكوز، المول الواحد من الجلوكوز سيطلق حرارة مقدارها 2808. مثل لو أخذناها بالنسبة للأكسجين كم نقول؟ معاملة 6. إذا نقول 6 مول من الأكسجين، من غاز الأكسجين، جزيئات غاز الأكسجين ستطلق طاقة مقدارها 2808. ممتاز. طيب إذا ما كمية الحرارة الناتجة عن احتراق 54 جرام من الجلوكوز إذا كانت الكتلة المولية للجلوكوز تساوي 182.162؟ طبعا لا يمكن تطبيق الكتلة في المعادلة، المعادلة ما نستطيع أن نطبق فيها إلا مولات. إذا أولا يجب أن نحول كتلة الجلوكوز إلى مولات، هذا أولا. ممتاز، إذا المعطيات نقول المعطيات كتلة المذاب 54 جرام، والكتلة المولية للجلوكوز اللي هو المذاب 180.162، والمطلوب كمية الحرارة بتطبيق المعادلة. طبعا
ما نستطيع أن نطبق الجرامات، لابد أن نحولها إلى مولات. نعم، لابد أن نحولها إلى مولات. كيف نحول جرامات إلى مولات؟ القانون قديم، الكتلة على الكتلة المولية تعطيني عدد المولات. إذا أقسم 54 اللي هي الكتلة على الكتلة المولية اللي 180، أحصل على عدد المولات. إذا عدد المولات تساوي كتلة المذاب على الكتلة المولية، أو عوض كتلة المذاب 54 الكتلة المولية 180.16، تطلع عدد المولات 3 من 10 مول. إذا نحن نستخدم 3 من 10 مول. طيب، من المعادلة كالتطبيقات كالتالي، من المعادلة الواحد مول يعطيني 2808. طيب، اللي سألني عنها اللي هي 54 حولناها إلى مولات اللي 3 من 10 تعطيني إكس، وأطبق طريقة المقص. إذا أقول الواحد مول من الجلوكوز يعطيني حرارة مقدارها 2808 كيلو جول. كيف عرفت أنها كيلو جول؟ من المعادلة هذه الوحدة. طيب، اللي سألني عنها في المسألة اللي هي 3 من 10 مول تعطي من الجلوكوز اللي هي C6H12O6 تعطيني إكس. أضرب الطرفين في الوسطين فأقول أن 3 من 10 في 2808 مقسومة على 1 هي كمية الحرارة الناتجة، هي كمية الحرارة الناتجة. إذا أقول بضرب الطرفين في الوسطين كما تشاهدون، إكس اللي هي كمية الحرارة الناتجة يسألني عنها تساوي ضرب الطرفين في الوسطين 2808 في 3 من 10 على 1 يساوي 842 كيلو جول. إذا احترق 54 جرام من الجلوكوز ستنطلق حرارة مقدارها 842 كيلو جول. إذا كانت حرارة التبخر التدريب رقم 12، إذا كانت حرارة التبخر المولارية للأمونيا هي 23.3 كيلو جول، فما مقدار حرارة تكثف المولارية للأمونيا؟ هل نحتاج إلى حسابات؟ لا، ما احنا محتاجين لحسابات. نعم، ما احنا محتاجين لحسابات. لماذا؟ اعطاني التبخر واعطاني التكثف، ايش فيهم؟ نعم، عكس بعض. فاذا كان التبخر 23.3 من 10 كيلو جول، فالتكثف يصير عكسها، هذا بالموجب. اذا التكثف يصير عكسها بالسالب، اذا هذا هو الحل الصحيح. نعم، هذا هو الحل الصحيح. تتوقف حرارة التفاعل أو التغير في المحتوى الحراري على طبيعة المواد الداخلة في التفاعل، أم الخطوات أو المسار الذي يتم فيه التفاعل، أو طبيعة المواد الناتجة من التفاعل، أو 1 و3 هو الصحيح. طبعا الاختيار الصحيح هو، نعم، الاختيار الرابع. حرارة التفاعل تتوقف على طبيعة المواد المتفاعلة والناتج، طبيعة المواد المتفاعلة والناتجة حسب قانون هس، حسب قانون هس. أوجد طاقة التفاعل التالي H2O2 يعطيني H2 زائد O2 من خلال معرفتك أن H2 زائد O2 تعطيني H2O2 ودلتا H لهذا التفاعل سالب 188. من قانون هس وتطبيقاته أن التفاعل الأول ما علاقته بالتفاعل الثاني، هذا التفاعل ما علاقته بالتفاعل هذا. نعم، عكسه. لاحظ المواد المتفاعلة هنا صارت ناتجة، والمواد الناتجة هنا صارت متفاعلة. إذا عكست التفاعل، وفي الطريقة للحساب نقول إذا عكس التفاعل نعكس فقط إشارة المحتوى الحراري. إذا كان هذا سالب 188 هذا سيصبح، نعم، موجب 188، لأن عكسنا فقط، عكسنا التفاعل. إذا عكس التفاعل فقط نغير إشارة المحتوى الحراري، وبدل ما كان سالب 188 يصبح موجب 188. تدريب رقم 15، أوجد طاقة التفاعل التالي 2H2O2 يعطيني 2H2 زائد 2O2 من خلال التفاعل التالي H2O H2 زائد O2 تعطيني H2O2 ودلتا H لهذا التفاعل سالب 188. لا، نفس الشيء، نسأل ما العلاقة بين هذا التفاعل وهذا التفاعل. نعم، لو لاحظنا المواد الناتجة هنا هي متفاعلة، والمواد المتفاعلة هي ناتجة. إذا أول عملية هي عكس. طيب، هل في بس هي عكس فقط؟ لا، ليست عكس فقط، عكس ومعها شيء آخر. نعم، هذا التفاعل عكس. نعم، هذه أول خطوة، والثانية ضرب في معامل، أصبح هنا ما في إلا واحد واحد واحد، أصبح هنا بعد العكس مضروب أيضا في 2، أيضا مضروب في 2.
لاحظ مضروب في اثنين. اذا التفاعل الثاني بالنسبه، التفاعل هذا بالنسبه لهذا هو عكسه، هذه رقم واحد ومضروب في اثنين، ولهذا تكون دلتا اتش له للتفاعل الاول. اولا العكس معناه تغيير الاشاره، فنغير الاشاره من سالب 188 الى 188. طيب هذه النقطه الاولى، والنقطه الثانيه ضربناه في رقم، اذا لابد ان نضرب الدلتا اتش ايضا في رقم، فتكون العمليه عمليتين مع بعض، عكس بتغيير الاشاره والضرب في اثنين. اذا دلتا اتش ستساوي الضرب في اثنين وتغيير الاشاره، الضرب في اثنين وتغيير الاشاره، وتطلع القيمه اي نعم، تحسب القيمه لهذا التفاعل بعكس الاشاره، صارت اصبحت موجبه، والضرب في اثنين، تحصل على طاقه التفاعل المطلوب، تحصل على طاقه التفاعل المطلوب وتساوي 376 كيلو جول. يعني عكس وضرب معا، عكس غيرنا الاشاره والضرب في اثنين لان ضربنا كل المعادله. طبعا لابد حتى نضرب في رقم، لابد ان تكون كل المعاملات الماده مضروبه في نفس الرقم، يعني واحد 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 ثم ضربنا في اثنين اثنين اثنين. انتهى الدرس، اتمنى انكم تستفيدوا من هذا الدرس، تستطيعون التواصل ولمزيد من الدروس عبر هذه العناوين. تصبحون على خير، مع السلامه.